الكويفر. شلون قالوا الكويفر؟ والله منين؟ ماني ملح اقول صديق لي مرقب شوي. يوصل ان شاء الله. اسكي من درا كانوا شوهد. مان الله. حل الله ها زين رانا ملي حنا ملاحقين لكل مشاهدي التلفزه الموريتانيه في كل رقعه من اصقاع العالم. منين مولاتو جادي مصح محت فرادي ودعت سبت فؤادي ودخلت في الظلم منظم ولقيت في معادي بين هله وهالهورم ودخلت لنقير معاها يا غير بعد المظلم ظم طرحها على مدرراها ينتقلها ويعظم تنواع زين مشيتانا عنها وروحي من هانا قد خلق مولانا موجود يجبر من موسم اللي جبرت حذورانا من بين الحرج والمكسم هذه لامري ميدا هون في ظهر ملي فيهم ملي الواكدي ذا وماماية الواكدي لين حكوا بعد طلع من الواكدي لك بالحلفة غلى ظلوف تيلك والقلض لله والعبد اللام فيلك يلي تشوف عشاك من وجههم قيلك عياط لحصيد الله جانا وخير من ليل الناس تقول ليلك قوم حمارك راس صفانا. محمد احنا تعهدنا للمشاهدين علم الليلة زرك التقليدي اللي ما شاء الله تيلاد وطارح عليك ياسر من المسائل اللي انك لا بد لك من عود عندك زر تقليدي اذا اعلنك تخبط لهم شوره وخرم اللي في الله سابق بعد نخبط الشور لا نعرف على التماس شوي والله والله التماس هو اللي يقول فيه المغني سوى الشعر قول له قول الحمادي كان سعى وجبرنا لسلامة الأنفاس مرت عنا ذيك الخلعة يسوى اللي ذاك من الناس اللي بقي عون من فقعة اللي بقي عون من فقعة شنه مارتهم وانت ماس شفت انه سولو والله اللي سولو قال الشاعر قال له لبقيع خبطة تمور مارته فتاش الضب تظهر راعيها هذه البقيعة حق بعد والمنفقعة خبطة الكور مارته في المهر الرداس زين حتى راعيها وصل انت ماز تخول بكرفي انت الغالى غير الناس قالت عنه ولا الدهر فاصل فاصل في التظانة والساس أحباب وهو دخوله لك زين لكن زل عنك التظانة غير الناس قالت أنه ودار فاصل الفاصل في التظانة والساس اسكي أرقى الصالينا خبطوا جزرات والله جزرات سورك حل اي والله راعيه يلا عندي يلا عندي يلا عندي انا وحدي يا زين هذا هو شاهدو حق ما بنكسر حدي قدي ناهو جعفر والمهدي يلا عندي انا وحدي يلا عندي انا وحدي
معناها طريقة تقليدية. والله أنا معينة سمو عندك الليلة خارج الناس التقليد زين بيلي أنا معينة سمو عندك في الله إذاك جانب أخر وذاك زين لا تنسى أنك قلت تقبل والله يا مسرع صير كنت مقردي يا مسرع صير كنت مقرد بيا موتر ما بيقدي يالله عندي أنا وحدي يالله عندي أنا وحدي